السلام عليكم ورحمه الله مشاهدينا الكرام ارحب بكم في مستهل هذه الحلقه من الاجنده. في اجنده هذا الاسبوع تضاءل الامل في نجاح مشاورات الكويت. النبوءه توظيف سياسي في خط الهدم. نحو شهر كامل مضى على مشاورات الكويت وهي ما تزال تراوح عند جدول الأعمال والمرجعيات تخطو خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الخلف والسبب الذي جعل الإنقلابيين يترددون في المجيء إلى الكويت هو نفسه السبب الذي يعطلون لأجله هذه المشاورات ويجعلونها في حكم العدم المجتمعان الدولي والإقليمي حريصان على إنجاح المفاوضات لكن ليس بقدر حرصهما على السلام ووقف الحرب. والسبب يعود الى ان لبعض الدول المؤثره في كلا المجتمعين الدولي والاقليمي اهداف خاصه من وراء تعقيد او حلحله الازمه اليمنيه والذهاب الى الحرب او ايقافها نهائيا. علق الوفد الحكومي مشاركته في المشاورات للمره الثانيه وهو في هذه المره يبدو أكثر تصميما على إنفاذ شروطه التي تتجاوز إقرار جدول الأعمال والقبول بالمرجعيات الأساسية للمشاورات. وهي من الأمور الثابتة في أي مشاورات أو مفاوضات، إذ لا يمكن البناء على أسس واهية ومرجعيات مشوشة وتصورات متنازع عليها. المشاورات إذا دخلت مرحلة الجمود. والرهان معقود على المبعوث الأممي والاطراف الاقليميه والدوليه في تجاوز العقده التي افسدت المشاورات، لكن ليس بالضغط على الحكومه لان جهدا كهذا قد استنفد خلال المرحله قد خلال المرحله الباقيه، وبقي على الجميع ان يمارسوا الضغط على الطرف المتسبب في اعاقه المشاورات وتعطيلها. حول المشاورات اليمنيه الجاريه في الكويت ودخولها مرحله الجمود سيكون النقاش في هذا الملف من برنامج الاجنده. العديد من المراقبين حذروا من امكانيه تكرار المشهد السوري في اليمن. والحقيقه ان اليمن ليس مضطرا لاستنساخ السيناريو السوري. فالموت يحصد الالاف من اليمنيين منذ قرر الانقلابيون خوض مغامره الاستيلاء على السلطه واقصاء الشركاء وتقويض العمليه السياسيه والقضاء نهائيا على النظام الانتقالي. ولا شك ان الانقلابيين استفادوا من الوصفه الايرانيه المطبقه بشكل كبير في سوريا. وأرادوا أيضا استلهام تجربة إيران في الحكم. لكن هذا لا يجب أن يصرف الذهن عن أدوار أخرى سيئة مارستها أطراف دولية، ساهمت من خلالها في هندسة هذا المشهد الدموي الذي يعيشه اليمن حاليا. ويتشابه في لون دمه وفي الخراب مع ما يجري في سوريا. مع اختلاف نسبي في أدوات القتل ودوافعه بالطبع ولا تزال لا تزال بعض هذه الأطراف الدولية يعمل لشرعنة الانقلاب وتمكين الميليشيا ففي اليمن هناك طرف رئيس هو الشعب الشعب اليمني يقاتل خلف الشرعية من أجل استعادة الدولة ومن أجل العيش المشترك وليس لدوافع طائفية كما هو الحال في سوريا شعب بقي متيقظا إزاء مخاطر التحريض الطائفي الذي مارسته وتمارسه إيران عبر أدواتها الحوثية في اليمن لا يزال لدى اليمنيين امل في انهاء الحرب واستعاده صيغه الشراكه لكن هناك مخاوف ليس من الانزلاق الى الصيغه ذاتها من المشهد المشهد السوري بل مخاوف من تاثير سوريا على الاحداث في اليمن فما يظهر من مواقف بعض الاطراف الدوليه والاقليميه حيال الازمه اليمنيه يشير الى ان هذه المواقف بدات تتحول الى ما يشبه تصفيه الحسابات وانجاز الصفقات على حساب اليمنيين بل ومحاوله توظيف ما يجري في اليمن في التاثير على مواقف اللاعبين الاساسيين في الساحه السوريه وفي قضايا حيويه اخرى في المنطقه. ولعل التحول في اهتمام التحالف العربي من اولويه استعاده الدوله وهزيمه الميليشيا الى مكافحه الارهاب هذا التحول يشير الى تحول خطير في تقدير الموقف ويشير ايضا الى بروز التباينات في موقف ينبغي ان يكون متماسكا بالنظر الى تاثيراته الخطيره في مستقبل اليمن وانعكاسات هذا التباين على المصالح الاستراتيجيه لدول التحالف وبالاخص الخليجيه منها وفي هذا السياق يمكن قراءه السلوك الجديد الذي تبناه الحراك الجنوبي وتجلى في صوره ترحيل جماعي لبعض ابناء المحافظات الشماليه من البلاد بالاخص محافظه تعز المجاوره لم تكن حجج مكافحه الارهاب تكفي لتبرير تصرف كهذا خصوصا وان كل العمليات الارهابيه التي شهدتها عدن لم يكن منفذوها من المحافظات الشماليه الامر الذي فتح المجال لتكهنات بشان امكانيه المضي في خطط فك الارتباط هناك بعض النتائج الخطيره لمخطط كهذا من اهمها ان السماح بتنفيذ خطه كهذه سيعمل على خلط الاوراق وينسف المبررات القانونيه والاخلاقيه لتدخل التحالف العربي لان هذا التدخل جاء اصلا بطلب من الرئيس الشرعي للجمهوريه اليمنيه وجاء تحت سقف قرارات الشرعيه الدوليه والمرجعيات الاساسيه للعمليه السياسيه في اليمن كما سيترتب عليه خلق وقائع جديده تستدعي مواقف دوليه جديده فاما الاعتراف بالانفصال او رفضه فاذا حدث الاعتراف بالانفصال فان الوضع في الشمال سيكون قد تحرر من كل الالتزامات تجاه قرارات الشرعيه كل الالتزامات تجاه قرارات الشرعيه الدوليه والمرجعيات وسيصبح تدخل التحالف مجردا من الشرعيه ولهذا هناك من المراقبين من يرى تناغما بين رغبة الانقلابيين في القفز إلى مرحلة الترتيبات السياسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وبين الترتيبات التي تجري بقصد فرض واقع جديد في اليمن. وهما في الحقيقة محاولتان متزامنتان متقاطعتان عند نقطة تقويض الشرعية الدستورية ونسف مرجعيات العملية السياسية وفتح ثغرات مهمة لنفاذ المشاريع التفكيكية وإدامة الصراع وتكريس سلطة الميليشيا. الذهاب إلى الكويت لم يأتي من فراغ بل قصد منه إبقاء الأزمة اليمنية في إطار الاهتمام الحصري من قبل التحالف العربي ودول مجلس التعاون الخليجي بعد جولتين فاشلتين للمشاورات بين الحكومة والمتمردين في جنيف وبييل السويسريتين رغم أن التحالف لم يكن بعيدا عن أجوائهما لكن هيمنة التحالف ليست حصرية على الأزمة اليمنيه فهناك تدخلات قوية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وعواصم غربية أخرى بالإضافة إلى روسيا وإيران بالطبع. رغم بقاء المشهد العسكري تحت السيطرة شبه المطلقة للتحالف. تداخل التأثير في الأزمة اليمنيه قاد إلى السماح بتداول صيغ خطيرة من أخطر تأثيراتها أن المرجعيات الأساسية للحوار كادت ان تصبح مجالا للتفاوض بحسب ما تقتضيه مصالح واولويات واعتبارات الاطراف الدوليه والاقليميه التي تمارس التاثير في الازمه اليمنيه. وليس لاجل مصلحه اليمن. هذا يفسر لماذا لم تظهر او لماذا لم تظهر الامم المتحده القدر المفترض من الحماس تجاه قراراتها ذات الصله باليمن وبالاخص القرار رقم 2216 الصادر تحت الفصل السابع. ويفسر كذلك لماذا تم منح الانقلابيين نصف شرعيه عندما مارست الولايات المتحده ضغوطا على التحالف وعلى السلطه الشرعيه من اجل ابقاء الاداره النقديه والماليه العامه في حاله حياد. حاله حياد وهي مغالطه مكشوفه في حقيقه الامر. فالماليه العامه لم تبقى محايده بل خضعت بالكامل لهيمنه الانقلابيين ومنحتهم فرصه ثمينه لتوجيه الاحتياط النقدي البالغ 4 مليارات دولار لتمويل الانقلاب وحرب الدفاع عن الانقلاب. وفقا لهذه الصيغه بقيت الميليشيا متحكمه بالرواتب وهذا هذا اثر كثيرا على مواقف وقناعات قطاع واسع من موظفي الجهاز الاداري ومنتسبي الجيش والاجهزه العسكريه والامنيه للاسف الشديد. يكاد النقاش يتركز في مشاورات الكويت على التي دخلت مرحلة الجمود حول بند واحد فقط هو تشكيل حكومة شراكة وطنية كما يريد الانقلابيون وفي الحقيقة ليس في نيتهم أصلا بناء شراكة وطنية وإلا لما انقلبوا على هذه الشراكة ولما عطلوا الحل السياسي الذي كان قد شرف على الانتهاء أخطر ما تسرب عن هذه المشاورات أن بعض الأطراف الدولية بدأ يناقش بجدية مسألة تشكيل حكومة شراكة لكي تشرف على إنجاز بقية الخطوات الست ومقترح كهذا رغم أنه يبقى على يبقي علي علي صلاحيات رمزية للرئيس إلا أنه في حقيقة الأمر يعطل مفعول السلطة الشرعية ويهدد كل الترتيبات التي بنيت على أساس الإقرار بشرعية السلطة الانتقالية ممثلة بالرئيس هادي وبحكومته. القرار الأممي كان قد حدد خارطة الطريق واضحة بشأن انهاء الانقلاب على السلطة الشرعية، تبدأ هذه الخارطة بتسليم الأسلحة والانسحاب من المدن وتمكين السلطة الشرعية من العودة إلى صنعاء وممارسة صلاحياتها كاملة وتهيئة كافة الظروف التي تسمح بتأسيس مرحلة جديدة ومستدامة من الشراكة الوطنية التي لا يستطيع معها أي طرف الاستفراد بالقرار أو فرض إرادته استنادا إلى القوة التي يستأثر بها كما كان الحال قبل 26 مارس 2015 اي قبل تدخل التحالف العربي عسكريا على خط الازمه اليمنيه. الذهاب الى الترتيبات السياسيه التي تشمل فيما تشمل تشكيل حكومه يكون الحوثيون والمخلوع صالح جزءا اساسيا منها يعني ان الانقلابيين حصلوا على مكافاه سياسيه غير مستحقه. وهذا من شأنه أن يضيف سابقة سيئة في تاريخ الصراعات التي تندلع لمجرد أن أحد الأطراف السياسية يمتلك فائضا من القوة والسلاح. لكن هناك نتيجة سيئة أخرى لهذا النوع من الترتيبات السيئة التي تضع العربة قبل الحصان. هي أنه لا يمكن تنفيذ قرار مجلس الأمن مطلقا لأن السلاح سيبقى بحوزة الإنقلابيين حتى لو تظاهروا بتسليمه. لأنه وفقا لشروطهم سيتم تسليمه لسلطه يهيمنون عليها بالكامل. الذين يحاولون تبني مقترح الانقلابيين القاضي بتشكيل حكومه شراكه قبل اي خطوه اخرى بما فيها خطوات بناء الثقه لا يريدون حل الازمه اليمنيه على قاعده استعاده الدوله وتحقيق الشراكه والعداله والانصاف والانتقال الحقيقي والامن نحو نحو مرحله الدوله الاتحاديه بل يريدون ابقاء اليمن رهينة الصراعات المستقبلية إن موقف الحكومة القوي حيال مخطط كهذا لن يسمح على ما يبدو بتمريره ولهذا لا لا يعتقد معظم المراقبين بان المشاورات ستنجح التي ياتي شهر رمضان المبارك وهي تراوح مكانها وهذا يعني ان مشاورات الكويت ستنفض دون تحقيق أي نجاح مقابل الإبقاء عليها مفتوحة أو على الأقل إبقاء استعداد الأطراف على خوض جولة أخرى قد تكون في الكويت نفسها وقد تكون في عاصمة عربية أخرى بعض المصادر التي نستطيع أن نسميها موثوقة بدأت تتحدث عن إمكانية استئناف المشاورات في العاصمة السعودية الرياض وهذا يؤشر في حقيقة الأمر إلى وجود طبخة موازية لا تتوفر معلومات بشأنها الآن لكنها لن تتجاوز الثوابت التي يتمسك بها التحالف والحكومة على كل حال مع بقاء الباب مفتوحا لصفقة جانبية تبقي على دور دور ما للحوثيين في اليمن وصفقة صفقة كهذه لن تعقد إلا إذا كانت الضغوطات قوية جدا على قادة التحالف العربي تحديدا المقصودة السعودية وعلى السلطة الشرعية وعلى السلطه الشرعيه ولا يمكن في هذه الحاله التغلب عليها او مقاومتها. وفي هذه الحاله تكون الازمه اليمنيه قد خضعت لانصاف حلول خطيره، ستجعل منها ملفا مفتوحا على ازمه اكثر تعقيدا وعلى جوله عنف اكثر دمويه وعلى تداعيات اكثر خطوره على الامن الدولي والاقليمي. لكن تبقى مشاورات الكويت ومالاتها في اطار التصورات والتوقعات الذهنيه الى ان يتحقق انجاز ملموس في الواقع من شانه ان يعزز من فرصه هذه المشاورات في حسم الازمه اليمنيه والى ان يتحقق ذلك لا يجب ان ينصرف ذهن المراقب عن التطورات الميدانيه فالمواجهات العسكريه ازدادت اشتعالا وتصاعدت حدتها واصبحت الهدنه مجرد اسم فقط لا اثر لها في معظم جبهات القتال هناك تحشيد يقوم به تقوم به الميليشيا في مختلف الجبهات، تقابله استعدادات من جانب الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه. وهناك مواجهات واشتباكات تترتب عليها تغييرات في الواقع الميداني. التحول الخطير في الميدان العسكري اي تحول خطير قادم سيحمل على الاعتقاد بان الحرب ان لم تكن هي السبيل الوحيد للحسم فانها ستؤثر حتما في قناعات طرفي المشاورات. لا أحد يستطيع التكهن بما يخبئه التحالف العربي بشأن تقرير بصير الأزمة في اليمن وإلى أي مدى يمكن للحل العسكري أن يعيد فرض نفسه كخيار ضرورة من أجل التغلب على المظاهر الخطيرة للأزمة اليمنية إلا أن منطق العقل ومنطق بعض المصادر الموثوقة كما قلنا يؤكدان بأن السعودية لن تسمح بوجود تهديد على حدودها اسمه ميليشيا الحوثي تهديد يقوم بدور يشبه دور حزب الله اللبناني في جنوب لبنان. يمكن البناء على هذه القناعات في الابقاء على بصيص امل في امكانيه حل الازمه اليمنيه دون خسائر مستقبليه قد يتعرض لها اليمنيون. والا فان ترحيل الازمه بالابقاء على اسبابها لن يبقي الكارثه محصوره في الجغرافيا اليمنيه بل سيتعداها حتما الى الجوار. ومسببات الازمه والصراع تتمثل هنا في بقاء الميليشيا الم... ال... 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 المنفلتة مع كميات سلاح كبيرة وهي أسباب كافية لاندلاع دورات جديدة من الصراع والحرب تعنت الانقلابيين في مشاورات الكويت قدم صورة كافية لكل الأطراف بل وجردها من كل الحجج التي كانت تستعين بها للضغط على الحكومة من أجل الذهاب إلى مشاورات وإذا كان المجتمع الدولي لم يقتنع بعد بخطورة تدليله للميليشيا الانقلابية فإن هناك أسباب أخرى تحتم إنهاء نفوذ الميليشيا على الدولة أهم هذه الأسباب أو أهم هذه الأسباب هي الانهيار الاقتصادي الوشيك الذي قد يحل باليمنيين نتيجة التدهور الحاد في سعر العملة الوطنية أمام الدولار لقد فقد الريال خلال الأسبوعين الماضيين نصف قيمته تقريبا بعد ان تجاوز عتبه ال 350 ريال ويمكن لهذا التدهور المستمر ان يفقد الريال نسبه, كب... نسبة اكبر من قيمته ويدخل البلاد في حاله غير مسبوقه من التضخم السعري ومن عدم القدره على الاستيراد لم يكن هناك مبرر واحد لان يبقى الريال صامدا عند حدود السعر الذي حددته حكومه الوفاق الوطني برئاسه باسوندو فقد أدى الانقلاب الميليشاوي إلى أسوأ إدارة للمالية العامة تشهدها البلاد على الإطلاق وترافقت مع توقف تام للصادرات وتآكل الاحتياط النقدي وتوقف المانحين عن تقديم ما تعهدوا به إضافة إلى امتناع البنوك التجارية الأجنبية عن التعامل مع البنوك اليمنية وعجز هذه البنوك المحلية عن ترحيل أرصدتها من العملة الصعبة إلى الخارج للإيفاء بمتطلبات التغطية للواردات يضاف إلى ذلك ما ذكره خبراء خبراء مصرفيون عن تهريب ما يصل الى نحو 12 مليار دولار الى الخارج الى جانب ازدهار السوق السوداء الموازيه لجأ الحوثيون الى رفع سعر المشتقات النفطيه بصوره كبيره في محاوله للحصول على موارد نقديه ولجأوا ايضا الى طباعه العمله فئه 50 يعني طباعه ما يقدر ب 50 مليار ريال من فئه الالف ريال بدون اي غطاء وهو ما يؤدي الى تضخم يزيد الفقير فقرا ربما تكون الازمه الاقتصاديه والنقديه واحده من العوامل التي قد تضيق من خيارات الانقلابيين بل وتفقدهم التاييد في بيئتهم الحاضنه بعد ان وصل الامر الى لقمه العيش ربما مشاهدينا الكرام الى هنا نصل الى نهايه ملفنا الاول من الاجنده نذهب إلى فاصل قصير ونعود بعده لمناقشة الملف الثاني لا تذهبوا بعيدا بسبب الحروب والنزاعات والتحولات السياسية والاقتصادية المخيفة التي تشهدها المنطقة العربية خاصة والعالم عامة نشطت في العقدين الاخيرين سوق النبوءات وازدهرت اكثر بعد ظهور داعش في العراق وسوريا وغيرهما من الدول. ولقد كان لخطاب النبوءات هذا قوة تأثير لا يستهان بها في تحشيد الناس والشباب منهم خاصة لخدمة مشاريع سياسية ماكرة واجرامية على حساب على حساب مصالح شعوب المنطقه واستقرارها. والحقيقه ان خطاب النبوءات هذا لم يكن حكرا على الجماعات الاسلاميه وحدها فقد نافسهم في هذه السوق طوائف مسيحيه ويهوديه واسعه الانتشار. ومن سوء حظنا نحن العرب ان جميع هذه الطوائف اسلاميه كانت ام يهوديه ام مسيحيه متفقون على امر واحد هو ان خرابا كبيرا لابد ان يحدث في المنطقه العربيه. وحروبا طاحنه لا بد ان تستمر حتى يبعث الله المخلص المنقذ ثم يختلفون بعد ذلك في اسم هذا المخلص ووصفه وحقيقته ووظيفته والسيناريو الذي سيظهر من خلاله وقد اخذت فلسطين وسوريا والعراق واليمن النصيب الاوفر من نبوءات الخراب هذه الخطير في الامر ان بعض الانظمه السياسيه وربما بعض الاجهزه الاستخباريه تعمل الان على استثمار الخطاب النبوئي كما قلنا في تحشيد الشباب والناس وتوجيههم لخدمه مشاريع سياسيه خالصه. سواء بوعي من هؤلاء الشباب ام بدون وعي. وقد بلغ هذا التوظيف الماكر لعواطف الناس ونصوص التراث حدا اضر بالدين نفسه كما اضر بالمجتمعات الاسلاميه. سنناقش في هذا المحور أشهر تلك النبوءات والجماعات التي تتبناها ونحاول كشف بعض أسرارها في وقفه تحليليه سريعه. منذ سنوات أصبحت محافظتا عدن وأبين وجهه مفضله لشباب القاعده اليمنيين وغير اليمنيين بعد الهزائم المتتاليه للتنظيم في الجزيره العربيه وخارجها وربما لم يدرك عامة اليمنيين حينها الدافع الذي جعل شباب القاعدة في اليمن والجزيرة العربية يفضلون التوجه إلى هاتين المحافظتين وإقامة إمارة في إحداهما قبل أن يشن عليهم الرئيس عبد الرب منصور هذه حربا بددتهم في أنحاء متفرقة من اليمن أما المطلعون على حقيقة الأمر فقد كانوا يدركون أن رواية تنبؤية منسوبة إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام كانت وراء اختيار التنظيم لمحافظتي عدن وأبين ووراء تسمية التنظيم باسم تنظيم عدن أبين، تقول الرواية كما وردت في مسنّد أحمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من عدن أبين إثنا عشر ألفاً ينصرون الله ورسوله هم خير من بيني وبينهم. طبعاً عناصر القاعدة والجماعات الإسلامية مهتمون جداً بالأحاديث الفتن والملاحم التي تتنبأ. باحداث اخر الزمان ولديهم عشم كبير بان يكونوا جزءا من المشهد النبوي الذي تتحدث به الكثير من الاحاديث المنسوبه للنبي محمد ولعل هذا يفسر تسميتهم للمواقع الالكترونيه للقاعده باسم الملاحم نسبه الى الملاحم والفتن التي قالت الروايات انها ستقع في اخر الزمان ولهذا يحرصون على توفير الشروط المذكوره في تلك الروايات على انفسهم. فاذا تحدثت الروايات عن عدن ابين، ذهبوا الى عدن ابين. واذا تحدثت عن سوريا والعراق، ذهبوا الى سوريا والعراق. واذا تحدثت الروايات عن رايات سوداء تنصر المهدي المنتظر، صنعوا لهم رايات سوداء. وهكذا في عمليه تسمى تحقيق النبوءه لذاتها. اي ان النبوءه تصنع ذاتها مثل الكذبه التي يصدقها صاحبها. المشكله الادهى هي ان هذه التنظيمات ليست محصنه تماما ضد اختراقات الاجهزه الامنيه التي تسعى الى توجيه افعالها وجهه تخدم مصلحه النظام السياسي الذي اخترقها. ومن ثم فان من السهل على اي جهاز مخابرات تطبيق مهاراته في انتاج خلايا وتنظيمات متطرفه تعمل بصوره مباشره او غير مباشره لصالح هذه الاجهزه وربما وصل بهم الامر بهذه الاجهزه الاستخباريه الى صناعه تنظيم كامل كما هو الحال مع تنظيم داعش التنظيم الذي تشير كل الدلائل الى كونه تنظيما مصنوعا من قبل اجهزه استخباراتيه رفيعه المستوى لتاديه غرضين محددين هما تشويه الاسلام جمله وتقديم الذرائع المناسبه لمكافحه الجماعات الاسلاميه المعتدله يعد تنظيم داعش مثالا نموذجيا لمعرفه كيفيه استغلال النصوص الدينيه ذات الطابع النبوي استغلالا سياسيا بشعا بل يمكننا بالتحري والتحليل الهادئ ان نلمح الجهات التي انجبت الحاله الداعشيه دون ان نبرئ التراث الفقهي الذي يمكن ان يبرر به او الذي يمكن ان تبرر به افعالها بالطبع. فداعش وهي اختصار لعباره الدوله الاسلاميه في العراق والشام داعش التي تقف مثالا صارخا ووحشيا للجماعه الجماعه الدينيه المتطرفه ما زالت حتى الان لغزا محيرا وما زال الباحثون يتساءلون عن حقيقه نشاتها ومصادر قوتها والانظمه او الجماعات التي تقف وراءها. وكنا في حلقات سابقه من هذا البرنامج قد كد قدمنا بعض القرائن الداله على تورط ايران تحديدا في صناعه الحاله الداعشيه. وجئنا بكلام اكاديمي اكاديمي لبناني شيعي يقدم الدلائل على تورط ايران وحلفائها في المنطقه في صناعه داعش. وهي ليست الشهاده الوحيده بالطبع من داخل البيت الشيعي نفسه. فقد سبق ان تحدثت في هذا السياق شخصيات شيعيه عراقيه ايضا. في هذا السياق يمكننا لفت الانتباه الى قرينه اخرى تؤكد حقيقه ان داعش جماعه مصنوعه استخباراتيا ثم نترك للمشاهد مشاركتنا في استنباط الجهه التي قد تكون ظالعه في هذا العمل. هذه القرينه هي عباره عن استنباط عقلي من روايه منسوبه الى الامام علي بن ابي طالب. وردت في كتاب الفتن لابن حماد يتنبأ فيها بظهور جماعه تشبه كثيرا جماعه داعش. تقول الروايه: اذا رايتم الرايات السوداء او الرايات السود فالزموا الارض فلا تحركوا ايديكم ولا ارجلكم ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم قلوبهم كزبر الحديد هم اصحاب الدوله لا يفون بعهد لا يفون بعهد وليسوا من أهله أسماؤهم الكنى ونسبتهم القرى وشعورهم مرخاة كشعور النساء حتى يختلفوا فيما بينهم ثم يؤتي الله الحق ما يشاء سنترك شرح هذا الحديث أو هذه الرواية لأحد المؤمنين بها في هذه المادة الفلمية ثم نعود للتعقيب عليها فالزموا الارض فلا تحركوا ايديكم ولا ارجلكم خلاص لا فتنه فقال علي رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث ياخذ حكم المرفوع لان علي لا يعلم الغيب يقول يقول ثم يظهر قوم صغار لا يؤبه لهم يعني تافهين يعني حقراء يعني لا قيمه يعني لا وزن لهم لا علم ولا دين ولا اخلاق ولا منفعه للمجتمع اطفال صغار ثم قال قلوبهم كزبر الحديد قاسيه ما يجد رحمة قلوبهم كزبر الحديد قال رواية لا رأفة ولا رحمة على عدوهم يعني حتى ارحم عدوك قلوبهم كزبر الحديد ورواية أخرى لا رأفة ولا رحمة على عدوهم فقال عليهم أصحاب الدولة يعني اسمهم مقرون بكلمة الدولة يسمون أنفسهم الدولة الإسلامية فلماذا نستنكر هذا الحديث قال لا يوفون بعهد ولا ميثاق، يقول علي رضي الله تعالى عنه: لا يوفون بعهد ولا ميثاق، ودلاله هذا ماذا فعلوا بمعاذ الكساسبه؟ كان اولئك داعش يعني يقومون بمحاورة النظام الاردني على تسليم معاذ الكساسبه، في مقابل تسليم اناس ممن ينتمون للدوله او لداعش، وهذه المناورات تمت على شهور وكان معاذ كساسبه قد حرق قبل ثلاثة شهور. هذا الدين معاملة، هذا الدين تكذب، فقال: لا يوفون بعهد ولا ميثاق، يدعون للحق وليسوا من أهله. قال: أسماؤهم الكُنى. أعطني داعشي تعرف اسمه. كل أسمائهم: أبو القعقاع، أبو دُجانة، أبو بكر، ونسبتهم القرى. أبو بكر البغدادي لبغداد. أبو مصعب الجولاني للجولان ابو مصعب الزرقاوي للزرقاء في الاردن فانظر كيف هل هذا علي يعرفه؟ رضي الله تعالى عنه الا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال شعورهم مرخاه كشعور النساء اعطني داعشي يحلق شعره تجد شعوره كالنساء يقول علي شعورهم مرخاه طيب الان نحن امام احتمالين إما القول بأن هذه الرواية جاءت بوحي السماء وتنبأت بالغيب، وإما القول بأن داعش جاءت من وحي هذه الرواية. بتعبير آخر إما أن الرواية صحيحة عن الوحي، وإما أن جهاز مخابرات بارع قد صمم داعش على مكاس هذه الرواية. فأيهما أقرب إلى منطق العقل؟ من المستفيد؟ من جعل علي بن ابي طالب متنبئا بالغيب؟ من المستفيد من ادانه التيار السني؟ عن طريق اظهار وصناعه جماعه منتسبه اليه. طبعا هناك عشرات الملاحظات التي من الممكن ان تؤيد الفرضيه الثانيه ليس هذا مجال ذكرها لكننا سنكتفي بالملاحظات التاليه. اولا لا شك ان هذه الروايه وغيرها من الروايات المتعلقه بحروب اخر الزمان قد وصلت الى عناصر داعش. هذه الرواية لا شك انها قد وصلت اليهم بعد ان اصبحت حديث الجميع بدليل انهم اطلقوا على مجلتهم مجله داعش اطلقوا عليها اسم دابق وهو اسم قريه سوريه ورد في روايه اخرى منسوبه الى النبي محمد تقول ان معركه كبيره ستحدث في اخر الزمان بين المسلمين واعدائهم ينتصر فيها المسلمون وينزل عيسى عليه السلام على اثرها مباشره مما يعني مما يعني ان داعش مهتمون بهذه الروايات وانهم لا شك قد اطلعوا على الروايه السابقه وهي روايه تدينهم وتجرم افعالهم والسؤال عندئذ هو لماذا يستمرون اذن في غيهم وضلالهم ما داموا قد اطلعوا على هذه الروايه التي تدينهم الا يدل هذا على ان الامر مدبر بليل من قبل اجهزه استخباراتيه تعمل بحرفيه عاليه ثانياً الروايات التي تتحدث عن أصحاب الرايات السود عديدة ليست رواية واحدة بعضها يشير إلى أن أصحاب هذه الرايات السوداء سيأتون من إيران الفرس مثل تلك الرواية التي وردت عن ابن عباس حيث قال إذا رأيتم الرايات السوداء تجيء من قبل المشرق فأكرموا الفرس فإن دولتنا فيهم إلى آخر في هذه الرواية ذُكرت الرايات السوداء. وذُكرت أيضاً كلمة الدولة التي ارتبطت بالدولة الإسلامية داعش. وذُكرت فارس وهو ما يشير إلى أن واضع هذه الروايات كان فارسياً أو محباً لفارس لأنه يطالب بإكرامهم. ومعظم هذه الروايات لم يخرج عن الأسماء التي تتردد في الفلك الشيعي. ثالثاً من الواضح أن الذي صنع حديث ابن عباس السابق كان يحاول الترويج لجيش أبي مسلم الخراساني الذي أسقط الدولة الأموية وأقام على أنقاضها دولة العباسيين فقد جاء هذا الجيش من خراسان يعني من فارس حاملا رايات سوداء إذا أصحاب الرايات السوداء في الأساس هم جيش أبو مسلم الخراساني وقد أراد صانع الحديث ان يجعل من ابن عباس متعصبا لارومته من العباسيين فجاء على لسانه بعباره فاكرموا الفرس فان فيهم دولتنا دولتنا يعني دوله العباسيين وهذا غير متوقع ابدا ان يصدر عن شخصيه مثل شخصيه ابن عباس بعد ان ادت هذه الروايات غرضها في العصر العباسي وخدمت الدوله العباسيه تسربت إلى كتب التراث وبقيت كابعة هناك في زوايا النسيان إلى أن جاء من ينفض عنها الغبار ويخرجها من مخبئها لتؤدي دورا سياسيا جديدا كالدور الذي أدته زمان لمصلحة خراسان اليوم تؤدي دور لمصلحة إيران فداعش بأفعالها وبالروايات التي انبثقت عنها لا تدين إلا خصوم إيران وقد اصبحت مبررا هذه الروايات لضرب صوره الاسلام في المجتمعات الغربيه من ناحيه ومبررا لمكافحه المشاريع المناهضه لايران في المنطقه العربيه. اذا في الاونه الاخيره اصبحت سوق النبوءات مزدحمه بصوره كبيره كما اسلفنا. سواء او سواء تلك التي تأتي عن طريق المتدينين النبوءات التي تأتي عن طريق المتدينين من مسلمين ويهود ومسيحيين وبوذيين وغيرهم أو تلك التي تصدر عن علمانيين يشتغلون في مجال العرافة وقراءة النجوم الطالع وقد أتاحت لهم وسائل الإعلام الحديثة انتشارا غير مسبوق وبما زاد هذا الانتشار اتساعا اعتقاد الكثير من الناس أن الواقع يتطابق مع هذه النبوءات حتى ان الكثير منهم بات مقتنعا اننا نعيش في اخر الزمان واننا قد نشهد ظهور العلامات الكبرى لنهايه الزمان مثل ظهور المهدي والمسيح والدجال وغير ذلك وقد دفعت احداث الربيع العربي الربيع العربي وما تلاها من حروب في العراق والشام واليمن وليبيا دفعت هذا الاعتقاد الى ذروته وهو الامر الذي لا يمكن لاجهزه المخابرات المحترفه ان تتجاهل الاستفاده منه وتوظيفه توظيفا سياسيا. وهناك ثلاث دول في العالم اليوم مشغوله بتحقيق النبوءات الدينيه هي امريكا واسرائيل وايران. واكثرها اهتماما بهذه الامور طبعا هي الاخيره ايران. اذ يعتقد رجال الدين الايرانيون الذين يحكمون ايران الخمينيه ان زمان الامام الثاني عشر المهدي المنتظر قد ان اوانه وانه لابد من تهيئه الساحه التي ستجري فيها احداث ظهوره طبعا يقصدون بالساحه الجزيره العربيه عامه ومكه المكرمه على وجه الخصوص لانهم يعتقدون ان المهدي سيخرج منها وهم يريدون ان تكون مكه في ايديهم لكي يظهر المهدي بين أهله وأحبابه لا بين الوهابيين وكذلك لا بد من تهيئة الساحة في اليمن وسوريا لأنه منهما ستخرج أهم علامتين لظهور المهدي كما يدعون أو كما يقولون وكما تقول رواياتهم العلامتان هما رجل يدعى اليماني ورجل آخر يدعى السفياني ولهذا يسعى الايرانيون الى اثاره الحروب في المنطقه العربيه، سواء بهدف تحقيق هذه العقيده او بدافع المصالح الايرانيه الخالصه، وسنتحدث بعد قليل عن السفياني واليماني. وعلى الرغم من ان رجال السياسه الايرانيون حذرون في الحديث الى وسائل الاعلام عن هذا الامر، الا ان المتابع للشان الايراني خاصه والشيعي على وجه العموم يلحظ حضور هذه العقيده والتحضير لها بصوره واضحه. ومع ذلك مع أنهم كانوا حذرين طوال الوقت، فقد كان محمود أحمد نجاد كثير الحديث عن المهدي المنتظر وعن اقتراب ظهوره. نتابع. And do you, the Mahdi is soon? Do you know Mahdi? Is it wrong to, for such person to come and arrive? We think it's good. We think the world needs it. And he will come. إذا أحمد نجاد يعتقد أن المهدي على الأبواب وهو يعلم أن المهدي لن يظهر إلا بعد ظهور رجل في اليمن أطلقت عليه رواياتهم اسم اليماني ورجل آخر في سوريا أطلقت عليه رواياتهم اسم السفياني أما اليماني فيعتقدون أنه إمام هدى من الذرية الهاشمية وتقول رواياتهم ان رايته بيضاء وهي المواصفات التي حاولت الاجهزه الاستخباراتيه الايرانيه توفيرها في حاله حسين الحوثي وهو ما يفسر اختيار الحوثيين واختيار حسين الحوثي تحديدا للرايه البيضاء المكتوب عليها شعار الصرخه ويفسر ايضا تركيزه واصحابه على مصطلحات مثل المصطفى العلم الايه اعلام الهدى الى اخر ذلك اما السفياني فهو عندهم امام في الشر بشع المظهر وضروري يكون من نسل يزيد بن معاويه وله رايه حمراء في مقابل الرايه البيضاء اليماني وهذا ما نشره موقع فرهان كانيوز المحسوب على المحافظين في ايران ونشره أو نشرت نشره خبر عن وكانت مهرة الإيرانية للأنباء. نتابع. الشعب السوري هم أحفاد وسلالة بني أمية، الحرب ضد بني أمية أعداء الشيعة سوف تمهد لمرحلة ظهور المهدي الذي سينقذ الشيعة من حرب بني أمية والسفياني الذي يقود هذه الحرب ضدهم. بضيف الموقع في العقيدة الشيعية السفياني لديه صفات خاصة. ونسبه يرجع الى بني اميه ويخرج من منطقه حدوديه سوريه قريبه من الاردن ويبدا بالثوره من هناك ضد الشيعه محتلا عده مناطق حتى يصل الى العراق. وبحسب الموقع اشارت مراجع عديده للشيعه في ايران الى ان انطلاق الثوره السوريه من درعا تعتبر من علامات ظهور السفياني الاموي لاباده الشيعه في المنطقه ومن هذا الباب بررت العديد من مراجع الشيعة التطوع للمشاركة بالقتال ضد الثورة في سوريا في السادس من شباط من العام الجاري نقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري قوله إن الوحدات القتالية المختلفة والتابعة للحرس الثوري تتنافس فيما بينها للقتال في سوريا لأن جهاد الشهداء المدافعين عن الحرم يمهد الطريق لظهور الإمام في الطرف الاخر يعتقد اليهود والمسيحيون ايضا ان اوان المسيح المخلص قد ان وان دوله اسرائيل الحديثه هي علامه على ظهوره وان من الواجب ايضا تهيئه مسرح الاحداث التي سترافق ظهوره يعتقدون ان احتلال فلسطين هو المقدمه الضروريه لظهور المسيح اليهودي المخلص من نسل داوود المسيح الذي سيقوم بدوره بتوسيع دولة اسرائيل وحكم العالم كله. والمسيحيون الصهاينة يعتقدون ان المسيح الرب سيظهر قريبا للمرة الثانية وان إقامة دولة يهودية في فلسطين هو شرط من شروط الظهور. لقد اتفق اليهود الصهاينة والمسيحيون على ضرورة أو اتفق اليهود الصهاينة والمسيحيون الصهاينة أيضا على ضروره وقرب ظهور المسيح في فلسطين. واختلفوا بعد ذلك في حقيقه هذا المسيح، هل هو يهودي ام مسيحي؟ هل هو زعيم سياسي ام رب؟ هل هي المره الاولى للظهور ام هي المره الثانيه كما يعتقد المسيحيون؟ لكنهم عادوا واتفقوا مره اخرى على تاجيل هذا الخلاف الى حين عودته وظهوره، وسيقوم هو بنفسه بالفصل في هذه المسائل. إلا أن للمسيحيين عقيدة إضافية أخرى خطيرة مرتبطة بالمسيح المنتظر هي عقيدة معركة هرمجدون هذه المعركة التي ذكرت في رؤيا يوحنا من آخر أسفارهم المقدسة أو هو بالأصح آخر أسفارهم المقدسة وهي عقيدة مخيفة كتب عنها العشرات من المؤلفين وحذروا من انتشارها في أوساط النخبة السياسية الأمريكية تحديدا ومن هؤلاء الكتاب الكاتبه الامريكيه المعروفه جريس هالسي التي عملت محرره لخطابات الرئيس الامريكي الاسبق لندن جونسون. تكشف هذه الكاتبه في كتابين لها كتاب بعنوان النبوءه والسياسه واخر بعنوان يد الله تكشف هذه الكاتبه حجم سيطره عقيده هرمجدون على صناعه القرار الامريكي. وتنقل عن بعض النافذين في امريكا قولهم أو قولهم بضروره اثاره الحروب في المنطقه العربيه للتعجيل بحدوث معركه هرمجدون التي ستعمل يعني ستستعمل فيها اسلحه نوويه وستقضي على معظم البشر ولن يبقى منهم سوى النخبه المؤمنه بالمسيح فقط. النخبه المؤمنه التي سينزل المسيح من السماء لانقاذها والعيش معها بعد ذلك الف عام من السعاده والرخاء. عقيده هرمجدون ليست عقيده بروستنتية فقط. بل هي عقيده المسيحيين جميعا بدليل هذا الفيديو لباب الاقباط المصريين الارثوذكس السابق الانبا شنوده الانبا شنوده الثالث نتابع ما هي معركه هرمجدون وهل جاء ذكرها في الكتاب المقدس؟ اه في سفر الرؤيا هو يعني بتشير الى الصراع الاخير بين الخير والشر الحقيقه اننا امام قضيه لا يستهان بها ولا يجدي معها ان نتغافل عنها وندس رؤوسنا في التراب وكانها غير موجوده لانها اصبحت تهدد حياتنا جميعا نحن اليمنيين خاصه والعرب على وجه العموم فكل المؤمنين بهذه الروايات وهذه النبوءات مجمعون على أمر واحد كما قلنا هو أنه لا بد من التحضير لظهور هذه الشخصيات وهذه الأحداث ويقصدون بالتحضير إشعال الحروب والفتن في المنطقة ومن أشكال هذا التحضير دعم الأقليات المذهبية الطائفية المتحفزة للقتل والحرب وهدم كل عوامل الاستقرار في المنطقة لقد اصبحت اوطاننا مختبرا للاسلحه ومختبرا للروايات والعقائد الجنونيه والعالم اليوم لا ينقصه المجانين والمغامرين ولا ينقصه الحمقى والمغفلين فما بالك اذا اجتمع هؤلاء بهؤلاء كيف سيكون الحال؟ لابد ان ان تكون النتيجه خرابا يدفع ثمنه الجميع لا شك ان التنبؤ بالمستقبل وظيفه من وظائف الانبياء فهم مبشرون ومنذرون والبشاره عباره عن خبر يبعث على السرور خبر يتحدث عن نبي قادم او عن نصر قادم او عن جنه قادمه الا ان هذه الوظيفه وظيفه البشاره قد تعرضت لتشويش كبير من قبل الكذبه والوضاعين حين ذهبوا ينسبون الى الانبياء اخبارا لم يقولوها أو ذهبوا يفسرون النبوءات بمقولات غير صحيحة تحولت مع الأيام إلى أخبار أو ذهبوا يسربون الإسرائيليات الروايات الإسرائيلية اليهودية إلى مطبخ المطبخ السني وكانت مطابخ السياسة هي الأكثر إسهاما طوال التاريخ في صناعة روايات الفتن والملاحم لأغراض سياسية كما قلنا وكانت النتيجة أن أصبحت هذه الروايات المكذوبة أو المزورة أو المغلوطة أدوات لتخريب الحياة السياسية والاجتماعية لمئات من السنين كما هو حاصل اليوم في المجتمعات العربية. إلى هنا نصل بكم إلى نهاية هذه الحلقة من الأجندة أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة نلتقي السبت القادم في حلقه جديده من اجنده الى ذلك الوقت كونوا بخير